صحيح إنه في جيل كامل تشتت وتشرد وراح على دول اللجوء، بس على الأقل هذا الجيل داق طعم الحرية اللي انحرموا منه أهله، صار يعرف يقول لأ ويعرف يقول إيه، صار يعرف يقول لأ لكل مين بده يحد من طموحه ويحرم حريته، يقول إيه لكل مين بده يساعده على بناء مستقبل آمن يقدر يتحكم فيه بخياراته. فكرك هدول السوريين يلي نصهم بأوروبا ونصهم بخيام اللجوء شو عم يستنوا؟ عم يستنوا بارقة أمل تردلن الروح تتردن معه على سوريا. فكرك هدول الولاد رح يبرعوا؟ هدول عم يبرعوا برا بس لأنهم سوريين؟ يعني هل هدول العيال إذا بيسمعوا إنه البلد رح يأمن لهم مكان آمن ما فيه مكان للفقر والاستغلال والمحاصصة ما بيرجعوا؟ بيضلوا واقفين على أبواب الدول ناطرين ورقة صفرة ولا خضرة مشان تدخلهم؟ يا سيادة المحقق، إذا خاطرتوا بهذا الجيل وموعيتوا أهمية تغيير نهجكم بظن ما رح ينفعكم التمسك بالكرسي لأنه ما رح تلاقوا حدا تحكموه. يا سيادة المحقق، إذا معتبرين أنه نحن ساهمنا بتشتيت هذا الجيل، نحن والثورة طبعاً، أبظن أنه أنتوا كمان ساهمتوا بتشتيت هذا الجيل وتهجيره لأنه خفتوا من رسمات بريئة على حيطان بدرعة وواجهتوها بالقمع والسجن. بس أكيد ما فات الأوان على التقاط الجيل الجاي وإنقاذه، إن كان بالداخل ولا بالخارج، الاثنين ناطريننا، ناطريننا نبني البلد مثل ما بيستحقوا السوريين، مثل ما بتستحق سوريا، مو على صورة بشار الأسد.